ادعاء المتهم لا ينفي وجود بصماته على أدلة الجريمة. سيدي الرئيس. مساء الخير. مساء النور. اتعرف بس بالباشا عشان لما اكلم الوزير ابقى عارف مين الناس اللي وقفني. هنا مفيش حد بياخد حقه بالقانون. ما عنديش اي حاجة اغلى منك في حياتي. ولو شغلك مهم بالنسبة لك يبقى مهم بالنسبة لي. حبيبي يا خالد. البلد بجد هتتقلب. مصدر المعلومات الوحيد في مصر هو أهلي. هو احنا لسه هنتكلم. الراجل مات. حاولت اتاكد من صحة اقوال موكلي عشان اقدر اثبت براءته ووصلت للدليل. اتحرق القضية على شغلك كله. وصلت للدليل. الانهيار اللي بيحصل ده يتوقف فورا. الميزان على CBC في رمضان.